مرحبا إخواني أخواتي في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. اليوم إن شاء الله سنقوم بتقديم شرح جيد، سأتعمق في موقع ترافيك أو موقعين للترافيك من أكبر المواقع. ستحصل على زيارات، ستحصل على مبيعات، طريقة جيدة للربح. أيضا سأقدم لكم النيتش الذي ستستعمله سواء في كليك بانك أو في أي شركة أفيليات. فقط تابع معي هذه الاستراتيجية ستعجبك كثيرا. أيضا سأتعمق كما قلت لكم في آخر فيديو على موقع ترافيك. الكثير في الفيسبوك إخواني يقومون بطلب شرح هذا المصدر الخاص بالترافيك. أيضا إخواني وجدت تعليق أني لا أجيب في الماسنجر أو في الفيسبوك، فقط لعل الرسالة لم تصلني. إذن سأضع حساب الانستغرام أسفل الفيديو، فقط تابعوني في الانستغرام. وأيضا أي شيء استفسار على الفيديو أو مجال ربح لديك استفسار في أي شيء إخواني راسلني في الانستغرام، ستجد الحساب أسفل الفيديو. أيضا إن شاء الله إخواني سنقوم بوضع قناة ثانية خاصة بنا في الفيديو القادم. إن شاء الله سأقوم بوضع قناة خاصة بي ثانية لمن يريد الاشتراك، سأقوم بشرح فيها البرامج المدفوعة إخواني الممنوعة في اليوتيوب التي سنستعملها في تكبير سواء حساب انستغرام أو أي شيء. هذه البرامج سنتطرق إليها ولكن في القناة الثانية فقط. في الفيديو القادم إن شاء الله ستجدون قناة جديدة أقوم بفتحها، فقط اشتركوا فيها. وهنا إخواني أول شيء نتوجه الشرح، ولكن كالعادة لا تنسوا الاشتراك إخواني في القناة في إعجاز الجرس، أيضا لايك للفيديو إخواني، ادعمونا باللايك لكي يصل الفيديو لأكبر الأشخاص لا للاحتكار إخواني ولكي يكسب الجميع إن شاء الله. فقط تابع كنصيحة، داوم 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 في الاستراتيجية وقم بالعمل عليها وقم بفتح نوت باد وجدول لأعمال خاص بك. قم بزيارة الأعمال أو المشاريع التي تعمل بها، وإن شاء الله في شهر أو شهرين عندما تبدأ في حصد نتائج التعب الخاص بك تربح الكثير إخواني، وبالتالي ستقوم بالدفع. كانت لديك مشاريع كبيرة تدفع أموال وتقوم بكسب أموال كثيرة. نحن الآن نعمل مجانا للمبتدئين ونبدأ بالشرح إخواني. أول شيء إخواني كالعادة اليوم سنقوم بالعمل على كليك بانك. نتوجه إلى حساب كليك بانك. كما تعلمون إخواني كليك بانك فهو موقع خاص ب بيع المنتجات الرقمية أو الحقيقية، وبالتالي يقدم عمولة تصل إلى 75%. ستجدون في القناة إخواني فيديو لشرح كيف تشتري في كليك بانك، وإن شاء الله القبول للجميع. تستطيع العمل بواريور بلاس، ديجي ستور، أي شيء، ولكن هذا أكبر موقع خاص بالأفيليات وخاصة المنتجات الرقمية. كمثال قبل أن نختار المنتج، نتوجه هنا إخواني في الانستغرام. هنا حساب قمت بإنشائه لدي 18 أبوني. هنا إخواني فقط تابع معي أن هذا الحساب فقط 5 بوستات وشاهد، لأن الأشخاص في الانستغرام مهتمين بهذا المجال إخواني، مجال النجارة أو الخشب. لذا أنت قم بتقديم صور تحملها سواء من جوجل أو من الانستغرام بحد ذاته وتقوم بنشرها وتكبير البروفايل الخاص بك، تحملها من بنتيرست. المهم الصور ستجدها في مواقع كثيرة، وسأترك لك مجموعة مواقع. بعدها سيكون حساب خاص بك كبير جدا وتبدأ في العمل. لا تقلق أخي، أنا اليوم لن أشرح طريقة الترافيك عن طريق الانستغرام ولكنها فعالة إخواني لكي تتأكد معي. عندما تنشئ حساب مثل هذا الحساب وتضغط مثلا هنا تقوم بمحتوى جيد، تجد متابعين يتابعونك. عند وضع صورة سيتوجهون البروفايل الخاص بك ويضغطون على الرابط الذي وضعته ويجدون البرودكت الخاص بك. تستطيع بيع ألف برودكت وخاصة من كليك بانك. كما تشاهدون هذه صفحة فقط هبوط من ماني لينك، شرحت هذا الموقع، لكن اليوم سأريك طريقة احترافية لعمل صفحة هبوط في دقيقة وسهلة جدا وبسيطة، وستقوم بالعمل عليه والكسب الكثير. هنا فقط حساب الانستغرام. كما تشاهدون تطبيقات او اضافات تساعدني على العمل في الانستغرام، مثلا تيليشارجي لتحميل صور اي بروفايل. ايضا هنا هذه الايقونه لتحويل الانستغرام الحاسوب الخاص بالحاسوب الى انستغرام كانه هاتف، بالتالي استطيع التفاعل مع اشخاص. كما ايضا لكي يظهر الحساب الخاص بي انه متفاعل. هنا فقط مثلا استطيع البحث، مثلا تضغط على الانستغرام وتقوم بالبحث على وود وركينج مثلا، ستجد اشخاص هنا، هذا الشخص اكثر من 251 ابوني. وايضا عند الضغط هنا لنشاهد هل سيوجهنا الى يقوم ببيع البلان 18 دولار باين صفحة هبوط. ايضا هنا نستطيع قم بوضع علامة الدياس كما تعلمنا في فيديوهات سابقة، ونضغط على وود ووركينج، نضغط اكثر من 14 مليون منشور اخواني على الوود ووركينج. وهنا ملاحظة اخواني، ستجد ان الذي يتصدر من يضع فيديوهات سواء في الانستغرام او في اي موقع، يعني نتائج البحث تعطي الصور المراتب الاخيرة ولكن فيديوهات تحت المرتبة الاولى. وشاهد التفاعلات خرافية.
احترافية 75.8 مشاهدة، أيضا هناك 19 إعجاب، يعني شيء جيد. عند الضغط على أحد الفيديوهات والضغط مثلا على هذا الشخص، أضغط على الشخص لنشاهد الحساب خاص، شاهد إخواني، نفس الطريقة، نفس طريقة العمل التي أعمل بها. هنا عند الضغط هنا شاهد إخواني فقط دقيقة، هنا ماني لينك فقط، تغيير في التام الخاص به، هنا التام الخاص به أبيض وهنا التام الخاص به أحمر، تستطيع تغييرها. بلون عند الضغط هنا سنشاهد أنه قد يحولنا إلى رابط كليك بانك. هنا كليك بانك هذا هو المنتج الذي سنروج له لأنه من أكبر المنتجات. أيضا أنا شاهد هنا هذا هو المنتج يقدم منتجات، يعني إخواني ليس منتجات، البلون تصاميم خرافية للوود ووركينج، مجال أشخاص يعملون في هذا المجال يحتاجون كيفية تصميم كل شيء يقدمه، وأيضا في تطور مستمر. هنا هذا هو المنتج الذي سنقدمه للأشخاص. وأيضا شيء جيد أنه كلما اشترى يعيد الاشتراك مرة أخرى تكسب أنت، يعني يكفي الحصول على مبيع أو مبيعتين وستعود الأرباح عليك متجددة. الآن فهمنا طريقة العمل، ماذا أفعل الآن إخواني؟ كليك بانك، وأضغط هنا على هذا هو المنتج، أضغط على بحث، سيظهر هو في البداية. أيضا عند الضغط على جرافيتي نفس المنتج لأنه ذات مبيعات كثيرة، يوجد أيضا منتج تستطيع وضع رابطه لعله تأتيك مبيعة. وإن اتبعت أخي الطريقة التي سأشرح لك ستحقق مبيعات، لأننا سنستهدف مليار زيارة فيما بعد، سأشرح لك بالتفصيل. هنا إخواني هذا هو المنتج، أضغط على المنتج، أيضا يقدم لك سورس أفيليات أكثر من 16 ألف بلان إخواني، والتجارة الخشبية أو النجارة أو مجال تصميم النجارة، السورس أو الأفيليات التي يقدمها لنا هذا الموقع. هنا نحتاج فقط الصورة، الكوميشن 75 خرافي. وأيضا هنا تأكد معي من ما معنى هذين السهمين إخواني، يعني أنت عندما تقوم بجلب 10 أشخاص ويعجبهم هذا الموقع، عندما ينتهي الاشتراك يقوم بتجديد في اشتراك آخر، تحديث آخر، ستحصل على أرباح. هذا معنى السهمين، هنا لا يوجد إعادة الاشتراك. اخترنا المنتج، يوجد بعض السورسات مثل الصور، أيضا هنا بعض المعلومات تستطيع قراءتها كما تعودنا لتحليل المنتج الخاص بك، يقدم لك بعض المعلومات. الآن تتوجه إلى هذا الموقع كما أترك لكم رابطه أسفل الفيديو، عبارة عن موقع يقدم لك طبوط بسيطة جدا، فقط تضغط على Create Your Website. هنا مثلا سنقوم بكتابة الويبسايت على اسم المنتج الخاص بنا Wood Working، تستطيع الضغط على Android App أي شيء، نحن Web App، اختر أي فورمة من هذه الفورمات إخواني، يعني Style كما تشاهدون. أنا مثلا سأختار، وأنا فقط سأختار كما تشاهدون لون آخر واضح، مثلا سأختار هذا اللون. وهنا تستطيع اختيار إخواني Modern، سيريوس، تستطيع الضغط على أي شيء إخواني، هاكرز مثلا، بسيط جدا. هنا الويب سايت الخاص باسمه، هنا اللون مثلا لون أزرق أو هذا اللون، أنا سأختار، تستطيع اختيار أي لون، هذا اللون أوكي أو هذا اللون. الآن هنا اللوجو، إن كان لديك لوجو خاص بك تستطيع تحميل اللوجو الخاص بك، هنا يظهر لك في الويب سايت. وهنا الهيدينج، ماذا يكون المشروع الخاص بك؟ مثلا هنا المشروع الخاص بنا وهو تاتس Woodworking. هنا سنقوم بنسخ هذه الجملة لنشاهد، سنقوم بكتابة get. هنا توجهت إلى جوجل ترانسليت وقمت بكتابة هذه الجملة كما تشاهدون. الآن قمت بنسخها وأعود هنا فقط أضعها هنا. وهنا إخواني هنا تستطيع كتابة أي شيء يظهر في الأسفل، مثلا الاسم الخاص بك أو مثلا Woodworking أو اسم المنتج. هنا سنعود إلى الموقع ونأخذ اسمهم في الأعلى Test Working لكي يكون ذات ضمانة، سأقوم بكتابتها هنا كولي، ستظهر هنا Test Working. وهنا الصورة، تستطيع تحميل صورة، سأعود إلى الموقع، يقدم لي آلاف صور، سأختار مثلا صورة المنتج، مثلا هذه الصورة أظنها جيدة، ونرجستري ليماج وأضغط على تيليشارجمو وأضغط على حفظ. هنا أعود إلى هنا، كيف سأحمل الصورة؟ أضغط هنا فقط وأحمل الصورة، هنا أقوم بتحميلها، هنا ستظهر هنا في هذه الواجهة كما تشاهدون، تم ظهورها، الصورة ليست جيدة لذا سأقوم بتحميل صورة فقط. إخواني كملاحظة أن هذا الموقع أو هذا المنتج يقدم لك عند إدخال الإيميل الخاص بك واليوزر نيم الخاص بكليك بانك، سيعطي لك المعلومات الخاصة بالبرودكت، مثلا دايركت لينك، ريفيو فيديوز، تستطيع الحصول على فيديو، نحن فقط نبحث على بانر أو صور، أضغط على بانر، ستجد الكثير من بانر، مثلا سأقوم بتحميل هذه الصورة ونرجستري إيماج. الآن كما تشاهدون تم تحميلها، أعود هنا وأضغط فقط على تشانج هنا، وأقوم بوضع الصورة التي أريد، أظن هذه الصورة جيدة. بعد الانتهاء شاهد مظهر جيد،
اضغط على next startup وهنا get started now. هنا open link تستطيع تغيير الكتابة عفوا إخواني. هنا مثلا get بنسخ فقط لوضع الزر إخواني، مثلا كولي get هذا الشيء جيد. هنا get access now وهنا رابط الأفيليات كالعادة تقوم بتوجيه إلى كليك بانك، تضغط على promote وتأخذ رابط الأفيليات. هنا فقط سأقوم بكتابة الاسم الخاص بي ثم generator. الآن إخواني لكي ملاحظة دائما أنسى أن أشرح هذه الميزة، عند التوجه إلى موقع بيتلي مثلا، أنت لديك موقع بيتلي إخواني فقط قم بفتح حساب مجاني. لماذا؟ فالهدف من موقع بيتلي في فتح حساب مجاني أنك ستتابع برامج أو المنتجات التي قمت بالعمل عليها لتشاهد الكليكات والضغطات التي أتتك سواء من أي موقع. مثلا هنا 52 أقوم بالتتبع الروابط. هنا أضغط فقط على Free Account كما تشاهدون، فتح حساب في دقيقة، ثم أضغط على Create أقوم بإلساق الرابط هنا خاص بكليك بانك وأضغط على Create لأقوم بتتبع العملية إخواني. سيظهر رابط كليك بانك كما تشاهدون كليك بانك، وأرى إن تحصلت على زيارات وأيضا أستطيع الضغط عليه ومشاهدة الزيارات من أين أتتني وأي شيء، يعني متابعة خاصة لك. الآن أعود هنا أقوم بوضع الرابط هنا خاص ببيتلي. هنا تستطيع وضع الإيميل، تضغط على فينيش. الآن عند الضغط على فينيش شاهد الصفحة احترافية بسيطة جدا جدا إخواني. تضغط فقط على ببليش وابسايت، سيطلب منك التسجيل. نحن نضغط على ببليش وابسايت. هنا تقوم بتسجيل بالحساب جيميل الخاص بك. هنا فقط إخواني عند التسجيل سيظهر لك إن كان الدومين متاح أم لا. مثلا أنا هذا الدومين كما تشاهدون لأريكم فقط، هنا هذا الدومين غير متاح، تم أخذه من طرف شخص آخر. أضغط مثلا على عدد أو أكتب plans كما تشاهدون plan، يظهر الدومين كما تشاهدون هذا هو الدومين الخاص بي. أضغط على publish بعد التسجيل إخواني بالإيميل، هذا هو رابط الويب سايت أو صفحة الهبوط الخاصة بي. شاهد إخواني صفحة جيدة بدون أي شيء، فقط يظهر هنا لوجو الخاص بالموقع. هنا عند الضغط إخواني عند الضغط على Get Instant Access سيقوم بتحويلك مباشرة إلى بيتلي، وتحسب الضغطات هنا لكي تشاهد. عند الضغط على Actualize في بيتلي ستجد أن الضغطات تم النقر كما تشاهدون مرة واحدة، وتتابع العمليات التي قمت بوضعها. الآن إخواني قمنا بوضع البلان عفوا المنتج، يبقى لنا تعزيز الزيارات الخاصة بنا. كيف سنقوم بتعزيز الزيارات؟ أنا دائما أنصحكم باستخدام بانترس. اليوم إن شاء الله كما تشاهدون سأقوم بالتكلم عن بانترس 10 دقائق أو أكثر من 10 دقائق. هنا إخواني حساب خاص بي، وأتاني سؤال في القناة أو في التعليقات، ما الفرق بين بانترس بيزنس وبانترس العادي؟ هنا بانترس بيزنس إخواني حساب تستطيع العمل مثل إعلانات جوجل أدوورد، تضغط هنا كما تشاهدون تظهر لك هذه الأيقونة. بينما في حساب بانترس العادي، بانترس العادي إخواني ستجد أن هنا لا تظهر لك Create Ads بين فقط كما تشاهدون. هنا حساب من الحسابات الخاص بي، إن شاء الله سأشرح لكم إن نجحت هذه الطريقة معي، سأقوم بشرحها لكم. هنا كما تشاهدون أيضا ارتفاع، أيضا تتحصل على impression وكل شيء إخواني. فقط الفرق هنا شاهد هذا الحساب وهذا الحساب الثاني، أستطيع الحصول على create ads. أيضا في pins إخواني لأريكم فقط، عند الضغط على create pin هنا إخواني تستطيع الضغط على وضع الصورة فقط، ولكن في حساب بنترس البيزنس عند الضغط على create pin شاهد تستطيع إنشاء ads. تضغط على create هنا تستطيع تحميل فيديو، وهذا ما سنستغله اليوم. أيضا هنا تجد الاد لينك، وأيضا أيضا إخواني ستجد أن المنشور الخاص بك تستطيع ترويجه. عند الانتهاء من المنشور ستظهر لك بروموت إن كانت لديك تدفع ثمن في بانترس وتقوم بالترويج، وهذا ما يسمى بالاستثمار أو حصول على إعلانات فعالة 100%. الآن إخواني هنا هذا هو الحساب، فقط تستطيع إنشاء حساب بالطريقة السهلة ثم تقوم بالضغط على بيزنس. في بداية الأمر سيطلب منك إنشاء حساب بيزنس أو حساب عادي، أنت ستقوم بإنشاء حساب بيزنس. هنا إخواني فقط أنا هذا الحساب كما تشاهدون سأعود هنا
هنا هذا الحساب خاص بي، أقوم بوضع المنتجات الخاصة بالوومن والمان، خاصة بي كما تشاهدون كلوث، أيضا بعض المنتجات خاصة بكليك بانك ويتلوس، أيضا ميك ماني أونلاين، وأستطيع إضافة فرع خاص بالوود الوود وركينج. كيف ذلك إخواني؟ فقط بالضغط على كرييت بين. قبل كرييت بين إخواني سأتوجه إلى الحساب. هنا فقط تابع معي جيدا ماذا سأفعل إخواني لكي تصدر نتائج البحث. عند لدي هنا الحساب الخاص بي، هنا أريد إنشاء بين، ولكن فتحت في صفحة أخرى أو في نافذة أخرى حساب وقمت بكتابة وود وركينج. أول شيء ظهرت تصدرات نتائج البحث في فيديوهات كما تشاهدون فيديوهات، وأيضا بينز، وهنا أيضا المنتج كما تشاهدون يقوم ببيعه مباشرة هنا، وهنا بعض المنتجات البينات، صور شاهد البينات. إن شاء الله سأريك في هذا الفيديو كيف تصنع بين احترافية، أيضا كيف ستقوم بوضع فيديوهات والفيديوهات احترافية سأشرحها لك في موقعين، وبالتالي ستتصدر وستأتي بمبيعات رغما عن كل شيء إخواني ولو لم تدفع أموال. هنا كما تشاهدون بين تظهر احترافية، تصدرت نتائج البحث، أيضا يقوم بالترويج لأشياء، وهنا فيديو أيضا ستجد رابط الموقع الخاص به هنا، وهنا يروج مباشرة للشخص. هنا احتمال الضغط على هذا البين 1% إخواني لأنها ترويج مباشر. هنا كما تشاهدون بعض الأمور، وأيضا ينقلهم إلى الترويج أو مدونة خاصة بإعلانات أدسنس، يعني كما تشاهدون أشخاص يتصدرون نتائج البحث. كيف سنتصدر نتائج البحث؟ بطريقة بسيطة، لكي لا تتخلط عليك الأمور تضغط هنا على النيتش أو المجال الذي تبحث عنه، تضغط هنا. شاهد إخواني سأقوم بإعادة أكتياليزي لكي تشاهدون فقط. هنا الإنترنت، تضغط هنا Woodworking. دع الصفحة كما هي إخواني. هنا كما تشاهدون أنا تعمدت أن تظهر لك هذه الأشياء. هنا هذه هي كلمات البحث التي ستجعل البين الخاص بك متصدرا لنتائج البحث. ماذا أفعل إخواني؟ هنا قمنا بالضغط، ظهرت لك هذه الكلمات، تقوم بفتح Notepad New وتقوم بالدخول إليها. تقوم بالدخول إليها وكتابة الكلمات المفتاحية Woodworking إخواني. أول شيء تضغط عليها، تقوم بنسخ هذه الكلمة Copy، ثم تعود مرة أخرى تقوم بكتابتها. سأقوم بتصغير فقط الحجم إليكم. هنا إخواني قمنا بوضع الهاشتاغات كما تشاهدون، كلها وضعتها هذه الهاشتاغات هنا كما تشاهدون. أيضا ماذا سأفعل؟ سأتوجه إلى موقع أيضا من أكبر المواقع لنتحصل على الهاشتاغات. هنا فقط سأقوم بكتابة all hashtag. all hashtag هذا الموقع خاص بالإنستغرام. عندما تقوم بوضع منشور خاص بك مثلا في الإنستغرام، شاهد إخواني، فالطريقة تستطيع ربط الانستغرام بالبنترست. مثلا هنا في البنترست تبحث عن الوود وركينج، تضغط على مثلا الوود، شاهد اخواني ستظهر لك هنا، تضغط على التوب هذا الاختيار، ثم تضغط على الجينريتر وستشاهد اكبر الهاشتاغات، تضغط على كوبي كما تشاهدون هذه اكبر الهاشتاغات. اعود الى الانستغرام، لن اخسر شيئا اذا قمت بوضع صوره اضافتها والضغط على سويفون. أقوم بوضع الهاشتاغات كل يوم هكذا في البنترست وفي الانستغرام. هنا كما تشاهدون تم وضع الببليكاسيو خاص بي.
هنا والهاشتاجات. أيضا أعود إلى المنشور الخاص بالبنترست، هنا قمت بوضع كلمات قوية، أيضا سأضيف نفس الهاشتاجات في الانستغرام، فقط سأحترم أن البنترست يقدم لك 500 هاشتاج، هنا أكتفي بهذا الأمر. هنا يأتي دور الكلمات المفتاحية، لماذا بيزنس جيد؟ لأنه يقدم لك أيضا تاكس، مثلا أنت فقط تقوم بكتابة هنا أخي أختي وود، عفوا عند الضغط على وود سيظهر لك وود ووركينج بروجكت، أي شيء. مثلا أول شيء سأستهدف الوود هنا ووركينج، مثلا سأضغط على هذه الكلمة، أيضا أضغط على وود ويقدم لك كل شيء وود ووركينج هنا. أيضا أقوم بكتابة وود، سيظهر لي البلان هنا، أبحث وود بلان ووركينج بروجكت، وهكذا إخواني تقوم بوضع الكلمات، مثلا وود بروجكت، قم بإكثار الكلمات المفتاحية، ثم هنا تضغط رابط الصفحة الهبوط الخاصة بك. هنا هذه هي صفحة الهبوط الخاصة بنا مجانية، أضغط على كوبي للرابط وأقوم بوضعه في بانتيرس كولي. الآن إخواني كل شيء جيد، ماذا يبقى؟ يبقى شيء مهم جدا، ما هو إخواني؟ أنك عند الضغط قبل الضغط على بيبليش تضغط على سيلكت وتقوم بالتوجه إلى كرييت بورد وتقوم بتسميته حسب المجال، وهذا سيقوي البحث أو تصدر نتائج البحث. وهنا تضغط على كرييت، الآن تم وضع الفيديو بعد الضغط على ببلش، وهنا كما تشاهدون يور كرييت بين، وهنا تستطيع رؤيته، وهنا برومت تدفع لكي تقوم بالترويج لهذا الفيديو، وبالتالي يوجد رابط خاص بك أفيليات وستربح إخواني. هنا إخواني نتوجه أيضا، سأريكم طريقة أخرى، عند الضغط على السايد بين شاهد الفيديو الخاص بك، تضغط هنا الهاشتاج وأيضا كل شيء جيد، وهنا شاهد هذا الفيديو إخواني، سأريكم كم عدد زيارات التي أتتني من هذا الفيديو البسيط، فكما تشاهدون تصدر نتائج البحث. هنا الرابط الصفحة هنا، عند الضغط هنا سيتم توجيهه إلى صفحة هبوط الخاصة بي، هنا كما تشاهدون صفحة هبوط والرابط الأفيليات الخاص بي، هنا شيء جيد احترافي. أيضا أستطيع وضع صفحة الهبوط في الانستغرام، بسيطة جدا، كل شيء جيد. الآن ماذا سأفعل إخواني؟ أتوجه إلى البنترست وأضغط على أورفيو أناليز، وشاهد أن الفيديوهات، سأقوم بالضغط على يور بين هنا أول موبايل، كل شيء جيد. هنا تستطيع تحديد سواء البين الخاص بك أو للأشخاص، وهنا الديسكتوب، هنا البرودكت، هنا أمبريسيو أو الضغطات على الرابط تستطيع متابعتها. هنا إخواني شاهد هنا هذا الفيديو قمت بوضعه خاص بي، هنا تصدر نتائج البحث، أكثر فيديو كما تشاهدون، فيديو بسيط قمت بشرحه معكم، عودوا إلى القناة وستجدون أن هذا الفيديو قمت بإنشائه معكم في القناة، أكثر من 8000 زيارة و82 من فيديو ويتصدر نتائج البحث، يعني إخواني الفيديو جيد. وأيضا تستطيع بروموت، ضغط على بروموت إن كان لديك حساب بيزنس. هنا إخواني فقط تضغط على أمبريسيو والكليكات، تستطيع متابعة كل شيء هنا. ماذا يبقى الآن؟ يبقى كيفية إنشاء بين من موقع كانفا احترافية، ليست مثل بينات التي ستظهر. هنا سأريك فقط هنا حساب بنترست الخاص بي، ضغط على هذا الحساب، شاهد إخواني هذه البينات الاحترافية، فقط تتوجه إلى كانفا وتضغط على مثلا بنترست أو تضغط على الهوم لكي تظهر بين خاص بك احترافية إخواني. تأتي أول شيء إلى كوستوم ديمونسيون وتقوم بتحديد هذا الخيار، هنا خيار بنترست أعلم أنه 1200، ولكن عند وضع هذا المقياس ستظهر بين خاص بك جذابة في البروفايل، تضغط على كرييت وهنا تظهر لك هذه الصفحة. أول شيء إخواني مثلا
تقوم بتحديد الباك جراوند او اختيار من هذه البينات. مثلا تريد وضع تقوم ب سنختار اي تامبلت هنا. هنا مثلا هذه التامبلت، هنا استطيع حذف هذا الشيء، وهنا مثلا اقوم بكتابة best plan wood working مثلا حسب المجال يكون. انا اشرح لك على هذا الموضوع وانت حر. هنا استطيع تبديل الخط كما تشاهدون. مثلا ساختار من هنا هذا الخط يعجبني اخواني، اس وولد، اضغط عليه كما تشاهدون. ايضا استطيع الضغط على تكبير، عفوا هنا اضغط على بي، جيد. هنا استطيع تعديل كما تشاهدون والتنسيق. ايضا اخواني تستطيع الضغط هنا على هذا الخيار والضغط على الديبليكيت وتقوم شاهد اصبحت اثنين. اضغط مثلا عفوا اضغط على هذا تغيير اللون واضغط على اللون الابيض او الاسود لكي يظهر احترافي فقط. هنا ساغير اللون الاخضر مثلا، ساضع اللون مثلا هذا اللون اظنه جيد، واقوم بسحب كما تشاهدون، يعني الظل الخاص به لون بنفسجي. هنا اقوم بوضع الصوره او الباك جراوند عند الضغط هنا. مثلا تستطيع وضع الباك جراوند، تذهب الى هنا باك جراوند وتختار اللون الذي تريد، او من هنا مثلا هذا اللون جيد. هنا ايضا هذه الصوره تستطيع تغييرها مثلا دلت، واقوم بوضع صوره. مثلا ساحمل صوره من خاص بمثلا الوود ووركينج فقط، اتوجه الى اي موقع اخواني خاص بانشاء او تحميل صور مثلا بيكسل، واضغط على وود ووركينج. شاهد اخواني وود ووركينج هنا، هذه اخواني البين ستتصدر نتائج البحث. لماذا؟ لانها احترافيه وستظهر الضغطات. ساختار مثلا هنا اورينتاسيون فيرتيكال. لماذا اخواني؟ هنا مثلا ساختار هذه الصوره تيلي شارجمو، اقوم بتحميلها ستظهر هنا. بعد التحميل اعود الى كانفا واضغط على هنا، ساحذف هذا الشيء element، جيد. هنا اضغط على upload هنا والضغط على upload video عفوا upload image، واضغط على device واختار الصوره over here. هنا اتوجه الى الصوره بعد تحميلها كما تشاهدون هنا الى ان تكتمل. بعد الاكتمال اخواني ساضغط عليها ستظهر هنا. فقط اضغط على زر الفارة. اعلم ان هذه الطريقة ستكون صعبة عليك خاصة عند تكبير الصورة. فقط اضغط على زر الفارة دون نزعه وقم بالصعود الى الاعلى كما تشاهدون. جيد. هنا كما تشاهدون ساقوم بحذف هذا اللون، لم يعجبني اخواني، غير متناسق، لذا ساكتفي بهذا. فقط اريد اضافة شيء لكي يكون اكثر جاذبية. اضغط على element واختار هنا اخواني، ساختار هذا الشيء، وهنا فقط اقوم بتكبير ووضعه هنا، ولكن فهو اسفل هذه، لذا استطيع الضغط على هنا بوزيسيون عفوا بوزيسيون والضغط على كما تشاهدون هذا الخيار لكي يتم الصعود. وهنا استطيع اضافة ديبليكيت والضغط على اللون الأبيض، وهنا كما تشاهدون. جيد. الآن ماذا سأفعل؟ هنا سأقوم بتكبير. أيضا هنا ترانسبارو أريد أن أضعها ترانسبارو. هنا مثلا أضغط على ترانسبارو، هنا أقوم بتقليص الخط. هنا فقط سأقوم بتحديد ترانسبارو
كما تشاهدون هنا، أو مثلا وضعها في اللون الأسود. شاهد أخي عند وضع اللون الأسود جيد، أظن أنها جيدة. هنا تستطيع إضافة مثلا كلمات أو تكست لكي تكون أكثر جاذبية. مثلا تضغط على هذا الخط هنا ظهر، أقوم بحذف هذه في الأسفل، وهنا مثلا سأقوم بوضع كتابة أقوم بتصغير الخط. مثلا سأقوم بكتابة 50، عفوا 50 ليس 500، أوكي. وهنا أيضا سأقوم بوضع اللون الأبيض، اللون الأبيض هنا جيد إخواني، هنا أيضا تكبير جيد، أصبح جيد هنا. فقط سأغير إلى اللون الأبيض، هنا جيدة كما تشاهدون. بين احترافية، أضغط على فري داونلود، وهنا بي ان جي، وأضغط على تحميل. بعد التحميل إخواني ماذا ستفعل؟ ستتوجه إلى البنترس، وأيضا تضغط على أد كما تشاهدون، وتضغط على هذه. شاهد كيف تظهر في البنترس احترافية بست بلان وود وركينج. هنا احترافية فقط وضعنا خطأ، يجب أن نقوم بربط وود وركينج مع بعضها. تستطيع إضافة إليمنت هنا أو أي شيء. بعد إخواني نفس الطريقة، تقوم بوضع التايتل والكلمات المفتاحية، ثم مباشرة الضغط على ببليش. بعد وضع هذه الصورة في البورد الذي قمنا بإنشائه منذ قليل، وهو هذا البورد. وأيضا هنا مثلا فري وود وركينج، وهنا كلمات مفتاحية، وتضغط على ببلش بعد وضع الرابط. وكما تشاهدون سنشاهد البين الخاص بنا كيف صار. أن تقوم بوضع الكلمات المفتاحية وكل شيء. Say your pin. شاهد إخواني احترافية، أيضا الشخص سيضغط عليها ومباشرة سيتوجه إلى العرض الخاص بك الذي يتمثل في صفحة هبوط بسيطة، وأيضا بعض المعلومات البسيطة، والضغط على get instant، وبالتالي حصول على أرباح. هنا إخواني إن شاء الله انتهينا، قمت بتقديم ما أملك من معلومات. أيضا يبقى بعض الطرق على كيفية الحصول على إيميلات من صفحة هبوط مستهدفة 100%. أرجو أن تدعمونا بالضغط على زر اللايك، لا تبخلوا علينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.